الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ما الياس تبديه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ونفخ في الصور ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا بأسنا مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادرا على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء.